كاتا دان باش مرودس بيكين بدر سيسي. أولا الأملاء، الألف المتطرفة في آخر الفعل. يكم، اقرأ ما يأتي ثم اجب عن الأسئلة اللاحقة. دع، دعوت، أدعو، أحيا، أستحيا. مشى، مشيت، أمشي. نادى، تلاقى، استلقى. إسا دس بيكين بأسئلة دا. ألف، ما أصل الألف في الفعل الثلاثي دع؟ الفعل الثلاثي يتكون من ثلاثة أحرف. لماذا يسمون ثلاثي؟ لسي بيت بيك ديت، يك دو سي. إذن هذا الفعل الثلاثي. شنو أصل هذا؟ هذا الألف يسموه أما ألف طويلة أو ألف ممدودة. شنو أصله؟ أصل واو. شلون عرفنا أصل واو؟ وكيف عرفنا أصلها؟ شلون عرفنا أصلها؟ نجي أما إسناده إلى الضمير المتكلم هو التاء، أو نجعله بصيغة المضارع أدعو. هسه دعا فعل ثلاثي يتكون من ثلاثة أحرف. شلون عرفنا الألف هنا ألف ممدودة؟ لأن أصلها واو استنادا إلى الضمير المتكلم وهو التاء، أو نجعله بصيغة المضارع أدعو، هي أن هذا الواو أصل الألف الممدودة. عندنا ضاء، كيف كتبت الألف المتطرفة المسبوقة بياء في آخر الفعل ما فوق الثلاثي؟ يعني شنو ما فوق الثلاثي؟ يعني أما رباعي، أما خماسي، أما سداسي. يعني الرباعي من أربعة أحرف مثل أحيا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. أو خماسي خمسة أحرف. أو سداسي مثل استحيا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ست أحرف يسموه سداسي. زين، يقول لك الألف المتطرفة المسبوقة بياء، يعني قبل الأخير أكو ياء، قبل الأخير أكو ياء، فهذا يكون ألف ممدودة. إذا كان رباعي أو خماسي أو سداسي قبلها ياء، شنو يكون الألف؟ ألف ممدودة، ألف ممدودة. نجي على جيم، ما أصل الألف في آخر الفعل الثلاثي مشى؟ هسه عندنا هنا مشى، أصلها إذا أسندناها إلى الضمير المتكلم شفنا أصلها ياء، أو إذا نجعله بصيغة المضارع أمشي فأصلها ياء. إذا كان أصلها ياء فمشى نانا الألف مقصورة، هذا شي يسموه ألف مقصورة. نانا قلنا ممدودة، هنا مقصورة. الممدودة أصلها واو، المقصورة أصلها ياء. فإذا شفناها ممدودة أصلها واو، إذا شفناها مقصورة يعني ألف مقصورة هنا أصلها ياء. ما أصل الألف في آخر الفعل الثلاثي مشى؟ قلنا أصلها ياء. وكيف عرفنا أصلها؟ أما إسنادها إلى الضمير المتكلم، أو نجعله بصيغة المضارع مثل أمشي. قلنا الألف المقصورة أصلها ياء. دال، كيف كتبت الألف المتطرفة الغير مسبوقة بياء؟ غير مسبوقة بياء في آخر الفعل ما فوق الثلاثي. قلنا ما فوق الثلاثي أما يكون رباعي أو خماسي أو سداسي. مثل نادى، نادى من كم حرف يتكون؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. إذا هذا رباعي. تلاقى، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. إذا هذا خماسي. استلقى، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا هذا سداسي. إذا غير مسبوقة بياء، يعني ماكو ياء قبلها، إذا ماكو ياء قبلها، باع هنا دال، هنا قاف، هنا قاف، ماكو ياء. إذا شنو؟ بالرباعي والخماسي والسداسي، إذا يكون ألف مقصورة، ألف شنو؟ مقصورة. الاستنتاج، إيش استنتجنا من هذا كله؟ تكتب الألف المتطرفة الممدودة في الفعل الثلاثي إذا كان أصلها واو. قلنا تكتب ألف ممدودة إذا كان أصلها واو. يعرف
الأصل بالإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم أو يجعله بصيغة المضارع، أما نخليه يكون مضارع أو بإسناده إلى الضمير المتكلم. وتكتب أيضا ممدودة في أواخر الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية إذا كانت مسبوقة بياء. قلنا عندنا نوعين، إذا كان ثلاثي تكتب ألف ممدودة أصلها واو، وإذا كان رباعي خماسي وسداسي إذا قبلها قبل الأخير يعني مسبوقة بياء يعني ما قبل الألف ياء، فهذا شنو قلنا ألف طويلة أو ما نسميها ألف ممدودة. وتكتب الألف المقصورة في الأفعال الثلاثية إذا كان أصلها ياء، إذا كان ثلاثي أصلها ياء فتكتب ألف مقصورة. وفي الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية غير مسبوقة بياء، رباعية خماسية سداسية غير مسبوقة بياء فتكتب ألف مقصورة. نجي على ثانية، أعلل شفويا كتابة الألف المتطرفة في آخر كل فعل. رمى شفوي، راح نقول رمى شنو؟ قلنا ألف مقصورة، بما أنه ألف مقصورة وثلاثي واحد اثنين ثلاثة، ألف مقصورة ثلاثي أصلها شي يكون ياء، أصلها شي يكون ياء. رمى رميت أرمي، شلون عرفناها؟ إسنادة إلى الضمير المتكلم أو تحويلة إلى المضارع. قلنا من كم حرف يتكون؟ ثلاثي، ثلاث أحرف يعني ثلاثي. نجي الدع، الدع كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة. ليش الشدة يعتبر حرف ثاني لدال؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذا هذا خماسي. إذا كان عندنا شدة يعني حرف إضافي، حرف إضافي يعني الدال مدموج مرتين يعني، فيحطون شدة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا الدعاء خماسي من كم حرف يتكون؟ خماسي. قلنا إذا رباعي وخماسي وسداسي ماكو قبلها ياء، إذا هو شنو؟ هو ألف مقصورة، خماسي ألف مقصورة لأن ماكو قبلها ياء. تداعى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، شنو نقول له؟ خماسي، ماكو قبلها ياء، إذا ألف مقصورة. استدعى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، سداسي، ماكو قبلها ياء، إذا ألف مقصورة. خلا رأسا من أشوفه ثلاثي واحد اثنين ثلاثة، ثلاثي وألف طويلة أو ألف ممدودة شنو أصلها؟ أصلها واو، أصلها شنو؟ إذا ألف ممدودة أصلها واو. خلا خلوت أخلو، أصلها واو، إسنادة إلى ضمير المتكلم نجعله بصيغة المضارع أخلو، يتكون من كم حرف؟ من ثلاث أحرف، إذن هو ثلاثي. أخلى واحد اثنين ثلاثة أربعة، إذن شنو؟ رباعي، ماكو قبلها ياء، إذن ألف مقصورة. تخلى واحد اثنين ثلاثة أربعة، رباعي، ماكو قبلها ياء، إذن ألف مقصورة. اختلى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني شنو؟ خماسي، ماكو قبلها ياء، إذن ألف مقصورة. تزيى، تزيى يتكون من خمس أحرف، شلون عرفنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، قبل الألف يعني قبل الأخير شو يكون؟ إذا كان ياء إذن هذا شنو؟ ألف ممدودة. أعيا واحد اثنين ثلاثة أربعة، رباعي، قبل الألف شو يكون؟ ياء، إذن هذا ممدود. غفا ثلاث أحرف عندنا، واحد اثنين ثلاثة، إذن أصل الألف الممدودة شنو هنا؟ أصلها واو لأن يعني ثلاثي أصلها واو. غفا غفوت أغفو، ثلاثي. جرى عندنا ثلاث أحرف ثلاثي وألف مقصورة، إذن أصلها شنو؟ ياء، جرى
جريت أجري، جرى جريت أجري. ثلاثي. ثالثا، أحول إلى الماضي وانتبه لكتابة الألف المتطرفة. عندنا مطينا أفعال مضارعة نحول إلى إيش؟ إلى أفعال ماضية، ولازم ننتبه إلى الألف، شي يكون ألف ممدودة أو ألف مقصورة حسب القانون اللي عندنا. هسه عندنا يعي، عندنا هذا المضارع، شنو قبل كم حرف أول مرة نشوفه؟ 1 2 3 4، من 4 حروف رباعي. قبل الأخير شنو عندنا؟ ياء. نشوف قبل الأخير، الحرف القبل الأخير رباعي، بما أنه رباعي قلنا رباعي، وقلنا ألف ممدودة. يغني، الماضي ماله أغنى، نشوف كم حرف أغنى؟ 1 2 3 4 رباعي، لازم يكون قبل الآخر غير مسبوقة بياء. عندنا حرف نون، إذن مو ياء، إذن هذا ألف مقصورة. يتلاشي، تلاشى، عندنا ألف مقصورة. ليش؟ نشوف كم حرف؟ 1 2 3 4 5 خماسي، قبل الأخير غير مسبوقة بياء. يحتمي، احتمى، 1 2 3 4 5 خماسي، قبل الأخير أو قبل الألف يكون غير مسبوقة بياء، إذن هذا ألف مقصورة. يسترخي، استرخى، الماضي مال يسترخي شنو؟ استرخى، 1 2 3 4 5 6 يعني سداسي، قبل الأخير غير مسبوقة بياء. يدري، درى، درى ثلاثي، 1 2 3 ثلاثي، ألف مقصورة، لأن أصل الفعل بالمضارع ياء، يدري يدري، إذن هنا عندنا ألف مقصورة. يغني، غنى، 1 2 3 4 رباعي، قبل الأخير قلنا غير مسبوقة بياء، الشدة مكرر لحرف نون، يعتبر حرفين هنا. يحلو، حلى، نهاية هذا عندنا الفعل المضارع واو، بما أنه واو إذن هنا عندنا ثلاثي ألف ممدودة. يجلو، جلى، 1 2 3 ثلاثي، عندنا بالمضارع أصلها شنو؟ واو، إذن هنا ألف ممدودة. نجي على الفعل دعا، دعا فعل ماضي ثلاثي، ليش ثلاثي؟ قلنا من 3 أحرف، 1 2 3. دعوت، فعل ماضي متصل بضمير رفع متحرك، الضمير المتحرك هنا ايش عندنا؟ التاء، اسندنا إلى ضمير المتحرك، شفنا أصلها أصل الألف واو، نحول إلى المضارع أدعو، إذن أدعو شنو؟ فعل مضارع. الاستنتاج، تكتب الألف الطويلة، قلنا أما نسميها طويلة أما نسميها ممدودة، هذا الألف أما طويلة أما ممدودة. تكتب الألف الطويلة في آخر الفعل الماضي الثلاثي إذا قلبت واوا عند اتصاله بضمير رفع متحرك، قلنا ضمير رفع المتحرك وهذا التاء، أو عند تحويله إلى فعل المضارع أدعو، إذا كان أصلها واو قلنا هذا هنا ألف ممدودة. مشى، فعل ماضي ثلاثي، مشيت فعل ماضي متصل بضمير رفع المتحرك تاء، أمشي فعل مضارع. الاستنتاج، تكتب الألف المقصورة في آخر الفعل الماضي الثلاثي إذا كان أصلها ياء، عندنا هنا ليش ألف مقصورة؟ لأن أصلها ياء، شلون عرفنا أصل ياء؟ إذا أسندنا إلى الضمير المتحرك التاء، أو إلى حولنا إلى المضارع فشفنا أصلها ياء، فتحول إلى ألف مقصورة. أحيا، فعل ماضي رباعي. استحيا، فعل ماضي سداسي.
هنا ايش ليش رباعي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، يتكون من أربع أحرف. ليش سداسي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يتكون من ست أحرف. الاستنتاج: تكتب الألف الممدودة في أواخر الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية إذا كانت مسبوقة بياء. إذا كانت مسبوقة بياء تكتب ألف ممدودة. هنا قلنا بالرباعي والخماسي وبالسداسي. نادى فعل ماضي رباعي، شلون عرفنا رباعي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، يتكون من أربعة أحرف. تلاقى خماسي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يتكون من خمسة أحرف، يسمى خماسي. استلقى سداسي، شلون عرفنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، يتكون من ست أحرف. الاستنتاج: تكتب الألف المتطرفة المقصورة. قلنا شنو مقصورة؟ هذا في الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية غير مسبوقة بياء. يعني شنو غير مسبوقة بياء؟ يعني قبل الألف المقصورة ماكو ياء. فاحنا عندنا دال، هنا عندنا قاف، هنا عندنا قاف، يعني مو ياء. إذا ياء قلنا ألف ممدودة. هسه وصلنا إلى نهاية الدرس. بهي واي سود بنينتان.